برحب بالاستاذ تامر بيجات وهو مؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان القاهره للفيلم القصير. برحب بيك على شاشه قناه تاني. اهلا بيكي واهلا بشاشه تاني. اهلا بيك. اولا مبروك على المهرجان، مهرجان القاهره للفيلم القصير ده نسخته الرابعه، فعايزينك تقول لنا ايه الجديد، ايه المختلف السنه دي؟ اول حاجه يعني الحمد لله احنا وصلنا للدوره الرابعه وبقينا مهرجان دولي، لان كان بالنسبه لنا مهم قوي ان احنا مهرجان دولي. الاول كنا مهرجان عربي وكان بيجي لنا بعض الطلبات او الافلام من دول اوروبيه كان بيبقى عايزه تخش، فالحمد لله السنه دي قدرنا ان احنا نبقى مهرجان دولي، فدي اهم حاجه للدوره الرابعه دي بالذات. معانا طبعا افلام كتيره جدا وعدد الافلام زاد قوي عن السنين اللي فاتت، ودي حاجه تفرحنا جدا. الدوره دي مميزه لان برضو مكرم اسماء كبيره جدا مع الاستاذ يسري نصر الله طبعا، والاستاذه مريان خوري، الفنانة الجميلة كندة علوش طبعا، فبنشكرهم برضو ان هم موجودين معانا اضافة لينا وللمهرجان يعني. اكيد بشكرك جدا. اشكرك جدا.